السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من يوميات مجتمع. كما عودناكم برنامجنا يأتيكم بمواضيع اجتماعية متنوعة اللي تهم كل الجزائريين. موضوعنا اليوم حيكون حول تراجع دور العائلة الاقتصادية. راح نشوفوا كيفاش يكون هذا التراجع، ما هي أسباب هذا التراجع، وش كيفاش يأثر هذا التراجع يعني على العلاقات داخل الأسرة. وحيناقشني في هذا الموضوع كالعادة الأستاذ نور الدين بكيس. مرحبا بك أستاذ. أهلا بلال ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام. أستاذ، كي نقولوا تراجع دور العائلة الاقتصادي، كيفاش يكون هذا التراجع؟ شوف، العائلة معروفة عندها تضامن وعندها تكافل، والعائلة بكري كتمد حلول الأفراد تاعها، كتمد الحلول على المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي. الملاحظ عند الناس بزاف الآن كي يقول لك العائلة دوكا ما ولاش تلتهب الأفراد تاعها. نحكي على العائلة الكبيرة، ما نحكيش على الأسرة الصغيرة، يعني ما كانش تضامن اقتصادي. ما نحكيوش بين الأب والأم والخاوة، لا هذا طبيعي، هذا يعني غريزي. الخيات والجدة الجد والعم والخال كانوا بكري، كان تضامن كبير اقتصادي، كانت ما يرفضوا التضامن. مثلا يدبروا له خدمة، مثلا يعطوا له دراهم بيعاونوا في الزواج، مثلا يكون مشروع يوقفوا معاه، أشياء كثيرة، يكون عنده وليد ومريض مثلا يوقفوا معه اقتصاديا. يعني كل الحاجيات الاقتصادية كانت العائلة تدخل باش تعاون أحد الأفراد تاعها، يديروا له التويزة، تبروا راسهم. كل كان واجب، ماشي برك واجب، كانت تقول حاجة طبيعية. والصرا لازم الناس تفهم باللي حنايا كمجتمع جزائري أو يصرا لنا والصرا المجتمعات واحدة أخرى، وشنو جينا له طارة، خاطش حنايا دايما احنا التطور تاعنا بطيء في الجزائر. كي التطور بطيء يصراو لنا حوايج من بعد يجوا في الغرب. هذه صارت في الغرب، ما صارتش عند العرب، صارت في الدول الغربيه. في الدول الغربيه كانوا الناس يعتمدوا على الاقتصاد المنزلي. الاقتصاد المنزلي واش معناته؟ معناته الفاميليه تخدم، تخدم في الفلاحه، تخدم في الزراعه، تخدم في الحرف. الفاميليه هي دايره اقتصاد. وبكري تعرف بكري الناس كانوا يوم ما كانش عندهم بلومبي وعفسه، كانوا الناس يبريكوري في كلش، هما يخدموا كلش، يخدموا الحوايج يلبسوهم، يزرعوا الماكله اللي يديروها. صافي، واش كانت عندنا لا فامي هي لا سورس تاع الاقتصاد، هي تنتج اوتوماتيكمون لي بيزوان تاع الافراد تاع العائله. قعدت تكفي بهم لا فامي بداله، قال الحق هذا يتزوج، وبعد جالي مورا يتزوج. لا بيرف بكري شنو يتزوج الكبير، وبعد اللي تحته، وبعد اللي تحته، وبعد اللي تحته. صافي، الفاميليه هي مأطره من معل خرج جماعة الدراهم، أصحاب رؤوس الأموال في العالم هم اللي حاكمين كلش، حاكمين دراهم، حاكمين سبور، حاكمين كلش. وش حدود حب دراهم وش كانوا يسحقوا؟ كانوا عندهم لي زوزين، داروا لي زوزين. كي داروا لي زوزين خرج الراجل يخدم، ماشي المرأة اللي خرجت تخدم. المرأة قعدت في الدار في أوروبا، في الماريكان، في أوروبا سورتو، في أوروبا، أوروبا سبقت الماريكان. خرجت الراجل يخدم، كي خرج ما ولاش يخدم في الدار. المرأة قعدت تربي في الدار، قعدت هي مستكلفة بالدار. وبعد واش صرا بالعقل؟ بالعقل هذوما الدول الغربيه الراسماليين كانوا يسحقوا المراه والراجل، يولدوا لهم العمال، لحق العمال، لحق العمال، عندهم لي زوزين يسحقوا عمال، مصانع، والاقتصاد كان مزدهر. وبعد حبوا يخرجوا المراه تخدم، حبوا يخرجوا المراه. المراه كي وعاك تشوف الاسره بدات تفكك في الغربه، كان كلش مركز داخل الاسره، وكانوا يسحقوا الاسره تقعد تخدم وتبيع لهم المنتوجات ومنها، وبعد يسحقوا الاسره، وبعد يسحقوا الاسره تقعد الزواج منيح باش يجيب لهم الدراري، يجيب لهم العمال. وبعد بداوا يطور الاقتصاد بشكل رهيب. وبعد قال لك خلاص نخرجوا الراجل، وبعد نخرجوا المراه يخدموا برا، يسحقوهم خدامين، كانوا يسحقوا غير الراجل. وبعد واش قال لك؟ قال لك هاي المساواه، طرحوا العقليه تاع المساواه. شوف، قال المساواه، وعلاش الراجل برك اللي يخرج يخدم عنده كارير، ها المراه تتعدى كارير تخدم. خرجت المراه تخدم، صافي الراجل وش ولا يخدم برا الدار، والمراه تخدم برا الدار. اضطرتك الاقتصاد المنزلي، راح الاقتصاد المنزلي. كاين احتياجات في المنزل ولا في الاسره، ولات لازم تحلها برا. كي تحلها برا ولا مهن حره، ولات ولا كل واحد يخدم برا. كي يخدم برا صافي خرج من الفاميليا، خرج من الواجبات والالتزامات العائليه الماديه، ولا صافي الراجل ما يخرجوا برا. وبعد العائله الكبيره ما ولوش يسحقوها، ولو الراجل ما يدبر راسهم باش يحلوا المشكل تاع اولادهم. اون كونتر بارتي، والصرا التضامن العائلي تقاس الاقتصادي وقبل منه المعنوي. علاش قبل منه المعنوي؟ لانه المراه ما كاش في الدار، والراجل ما كاش في الدار، ولا عندهم تانيب ضامير يصرفوا على اولادهم، يشيروا لهم باش ما يتقلقوش. بالطريقه هذه والصرا الغرب والصرا له
ولا يسحق المرأة برا ويسحق الراجل برا، الحيلة تفكت. بعد هذه الطريقة دخلت للجزائر. ايه جات بالعقل دوك. وبعد واش دار الغرب؟ قال لك بويسك انا دوكا ما نسحق المرأة تخدم برا والراجل يخدم برا، صافي. وبعد المشكل تاع الزواج هذايا يقولوا ما يسحقوش الزواج. ايه دوك انت فلاشين لحقت مرأة وين تخدم في ولاية والراجل يخدم في ولاية ويتلاقوا مرة في زمان. ايه واش دالو؟ قالوا يا ودي شوف خلاص خلوهم ما سحقوش الزواج، واش نجيبو؟ مين نجيبو الخدامين؟ منين؟ من الترونجي، من برا، من الدول الفقيرة. نجيبهم بالكوارت ونجيبهم بالحراقة. جماعة الكوارت يخدموا مهن محترمة، وجماعة الحراقة يخدموا المهن القاسية، يخدموا الحاجة اللي فيها التعب هكذا. وبعد صافي مشينا تكوننا موديل، الموديل اللي تكون ما يسحقوش الفاميليا، ما يسحقوش المرأة تقعد في الدار، ما يسحقوش الرجل والمرأة يزيدوا دراري باش يولوا عمال، وتبنى موديل في الغرب هكذا. وبعد احنا جانا بلا عقل. منين جانا احنا؟ منين جانا؟ جانا من المود دو في الشباب اللي بعتونا، بعتونا مود دو في تاع استهلاك. الناس تصرف، الراجل يصرف، المرأة تصرف، ويروح يحوسوا ويفواياجيو ويلبسوا منيح ويلتاو بالجسد تاعهم، كله مود دو في شباب. بعتونا المود دو في حنايا البلدان تاعنا العربية والبلدان المتخلفة. كيفاش تأثروا هاد البلدان بهذا الطريقة الجديدة اللي دخلت لهم؟ المعندها العدوى غرسوا لنا ثقافة. المرأة ولا تقول لك المساواة، المساواة منين جابتها؟ من الغرب. من الغرب. وش معنى المساواة؟ أنا تيت عندي كارير. من الغرب. ومن بعد الكارير تاع الراجل ما سبقش الكارير تاعي. شوف نعطيك مثال في الجزائر، في الجزائر أمين الناس يعرفوا لي شوية كبار كيما أنا، كانت المرأة تقعد تكون تخدم، كي تزوج واش دير؟ تحبس في الخدمة. تحبس. علاش؟ على خاطرش الدور تاعها الكبير الرئيسي وشنو هو؟ الصراحه دوكا وقلت عكست، ما تكونش خدامك يتزوجوا تولي خدامه دوكا ماشي خدامه لانه باش يتعاونوا. اي جوستو الموديل القديم واش كان؟ كان طارح فكره انه العش تاع الراجل هو الزواج والاسره، والمراه شكون؟ المراه هي المعلم الاولاني في تربي البلاد الدراري. هي المعلم وما تعوجش، هي تربي الدراري، هي تكبر الدراري، هي تقعد دائما ترافقهم، ربت بيت، والراجل صونسي يجيب لي بيزو ماتيريال. صافي في الحاله هذه شو الاسره طرت؟ قلت لنا كانت عندنا اسره عندها تعتمد اقتصاد بنزالي، وهذيك يخدموا كاع كيف كيف. كيفاش اثرت على الاسره الكبيره؟ ايه بعد ولوا الاسره الصغيره ما تسحقش العائله لانه تفكوا، كل واحد يخدم وحده، استقلوا ماليا. بكري الفرد كان يخدم لداخل العائله الكبيره ويعيش لداخل العائله الكبيره ويسكن لداخل العائله الكبيره. دوك ما ولاش يسحقها. علاش؟ لانه خرج يخدم وحده، مرته خرجت تخدم وحدها، والدليل دوكا الزواجه يحوس عليها تكون خدامه. صافي ماهوش باني الفكره على انه يعيش لداخل جماعه، يعيش غير لداخل النواه الصغيره اللي هي الاسره النواتيه. راك شفت كي الموديل تبدل كومبليتمون؟ كي تبدل التضامن طرطق، التضامن القديم اللي كان عندنا راح تكسر، على خاطرش ما عندوش رابطه اقتصاديه قويه. ولا صافي كل واحد يدبر راسو وعم بحرك، يقول الاب يقول لوليده حبيت تزوج روح روح اكتيفي على عمرك، اللي يقول للطفله اكتيفي على عمرك روحي خدمي وجدي جهازك. استاذ معدير عندنا اتصال، نروح نشوفوا الاتصال تاعنا. الو الو مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك خويا. الله يسلمك. الاخ منين تكلمنا؟ من وهران. مرحبا بك. الاسم الكريم؟ الله يسلمك. محمد. محمد من وهران. محمد موضوعنا راهو على تراجع دور العائله الاقتصادي. كيفاش انت تشوف يعني على حسب تجربتك كيفاش تشوف هذا التراجع؟ واذا يعني حقيقه انت يعني بالك في الاسره شفت كاين تراجع، الناس ما ولاتش فور اكزومبل الفاميليا ما ولاتش تعاون، الفرد كيروح يتزوج ولا يبني ولا اي حاجه يديرها ويكون بالك ضعيف ماديا، اذا انت لاحظت انه ما كاش يعني معاونه كيما زمان. عصر على هذيك المعاونه راحت كاع. المعاونه دروك هو ماذا به يشوفك تحته. كيفاش ماذا به يشوفك تحته؟ كيما نقولوا ماذا به توجور يشوفك تحته. هذا فاميلتك. فاميلتك ماذا به توجور يشوفك تحته. اي باش يكون خير منه. فاهم ولا لا خويا؟ محمد انت متزوج؟ متزوج هو. لو كان تحكي لنا يعني شحال عندك ملي تزوجت؟ راه عندي من 2015 زواج، راني في الله يبارك. الله يبارك. بالك في زواجك، في زواجك نعرفوا اللي يكون حيتزوج يحتاج مساعده. كيفاش شفت دور الاسره تاعك في المعاونه في زواجك؟ ما كانش اللي يعاونك، والله ما كان اللي يعاونك، يعاونوك بالك بالرقيس ولا يجوا يرقصوا ولا بالك
يعاونوك هكا يعني يحضروا الحفل الزفاف هذا مكان هذا مكان يجوا كما تقولوا توما يشفحوا ولا بالك يجوا يشفحوا يجوا يديروا الكريتيك يشوفوا العروسه كي دايره اللي ديتها ولا يشوفوا فاميلتها ولا هما ثاني من ناحيه العروسه ثاني بغوا يشوفوا العريس كي داير ما يجوش زعما يعاونوها ولا بلا غاطو ما يجي بالكش كاش قال يعاونك شكون يعاونك دوكا نقولوا محمد لو كان تحتاج ولا لو كان تحتاج ولا شكون اللي تسنى بالك يعاونك عندي بلد زوج احبابي ولا بصح ماشي من كوتي تاع فاميلتي ولا كوتي تاع اصحابي ولا ما تسناش قاعد تكمل العائله والو ما كاينش قال لي تقارع من العائله العائله دروك راه يعيط لك غير العيد العيد زعما محتمه يعيط لك من العيد العيد يغافرك زعما محتمه هكا ولا كاش قرح مناسبه واش يعيطوا لك الفرح ولا ما يعيطلكش يعيط لك غير كاش جنازه صاريه ولا هذا مكان المرض دروك راه يدسوه واحد مريض يدسوا عليك يخبيوا عليك يخبوا عليك نيشان يدسوا عليك تم بعد تسمع بلي فلان مات يقول لك كان في سي موا راه مريض ولا اكزومبل عمك ولا خالك كبير ولا يقول لك في سي موا كان مريض حتى سي موا كان مريض ولا حقيقه انا كنت ثلاثة اولاد ولا بالك حنا مالناش الروح وديجا سيرة الرحم هذه كاع انقطعت بسببها كلشي اسبابها لا تكنولوجيا هذه اسبابها تليفون دروك ولينا الملاقات غير في التليفون كي راك داير لاباس ميم با ما تشوفهاش الاخ محمد لو كان سقسيك نقول لك بالك كيفاش اثر هذا التراجع على حساب تجربتك على العائله ما تحسش روحك بالك وحدك ولا ماشي لا تحس روحك وحدك تحس روحك مقطوع من الشجره كيما نقولوا حنايا تحس روحك مقطوع من الشجره تبحر لك دي فوا تحتاج حاجه ولا تقول لو كان تبغي تعيط ولا تخاف يقزوك تخاف يهضروا لك هضره ماشي شابه ماشي صوالح راه معنا الاستاذ نور الدين بكيس استاذ محمد تحت انت هذا الامر اللي تشوف فيه كونستا سيت انك تبدله مثلا انك انت تكتف الاتصالات مع العائله مثلا وتقول لهم علاش ما نولوش كيما بكري واش الحاجه اللي تبدلت وعلاش ما نكونوش متعاونين وعلاش هذا الحسد والله هذا البغضاء اللي بيننا ما عنده حتى معنى اسكو كاين في فاميلتك نتايا والله ناس واحد اخرين راهم يخدموا على الباب هذا ممكن جدا هذا التشنج تاع العلاقات سوء تفاهم هضره زايده كلام تنقل من والله من شغل دخلتوا في واحد السباق ما عنده حتى معنى اسكو كاين ناس راهم يلموا في الفاميليا ما شوف فاميليا كيما انا في الكوتي تاعي تلقى واحد ولا اللي كيما نقولوا هو الحنين هو يحوس علينا كاع ولا يعيط لنا كاع دروك كل واحد راه يجري مور الدنيا كل واحد راه نفسي تلقى يخمم غير في ولاده في مرته في داره كل واحد راه نفسي ما زعما معليش الحنين هذا اللي حكيت عليه الحنين اسكو يتعاملوا معاه خير من اللي يتعاملوا معاك هذا مسكين كيما نقولوا حنايا عندنا في الكوتي تاعنا انا في الغرب في ورن هذا مسكين شاب عقا زواد هما ردينا كيما نقولوا حنايا بهلول كيما نقولوا حنايا زعما هو موصل روحه بصح هو مسكين يبغي فاميته يجري على فاميته يحوس يلمهم تلقى الجماعه يبغي يعرضنا كاع الطعام نفطروا عنده ولا حاجه اي مناسبه ولا كيما نقولوا كواعط حاجه تاع كواعط ولا تاع جدود ولا تلقى غير هو لمهم يعرف كل شيء ما الاخرين كاع جايين لاهين غير في ولادهم في ديارهم نفسي كيما قلت لك وصاي محمد انت ما حاولتش كيما قال لك الاستاذ ما تحاولش يعني تعاود تولي للعائله وتحوس عليهم انت ما تستناش يحوسوا عليك والله لا نحوسوا عليهم بصح شوف توجور كيما نقولوا حنايا تلقى روحك توجور مقزي تلقى روحك توجور عليك راهك جاب دينك بزاف راك فاهم ولا لا دروك تلهى لهم ليهم قلتها لك ولا تلهى لصوالحك صبري راني معاك نحوس على الفاميليا ونلهى لهم بصح شي قد كل ما تروح تصبع قزوات دي فوا تروح عند فاميلتك الى عمك ما راهش يهضر مع عمك الاخر الى عمك الاخر ما تروحش عنده الى راه عنده ينايفك عمك الاخر يقول لك تدي وتجي في الهضره بيناتنا اها يعني تولي في مشكل ربي يحفظك ربي يحفظك الاخ محمد على هذا الاتصال وربي يحل القلوب ان شاء الله امين هذا ما نطلبه من ربي ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا بالسلامة اخوتي ربي يعاونكم استاذ كما سمعت يعني الانسان يتاسف على هاد وين لحقنا يعني هاد العلاقه داخل الاسره شوف هو ماشي ما كاش منه بصح هذه حاله ما نقولكش خاصه مي سي ليكستريم اون فان كوت مهما كان مازال معاونه في العائله ويوقفوا في العراس ويوقفوا في المناسبات ويوقفوا في الجنائز ماشي كيما كنا بكري طبيعي جدا علاش ماشي كنا لانه صراو لنا حوايج وما انتبهنا لهمش واش كنا نحكوا حنا كان عندنا اقتصاد منزلي بلا مزيتك يكون تضامن كان عندنا راجل يخرج يخدم والمراه في الدار تلم الدار وكل حاجه وتبني شبكه علاقات سي نورمال بطبيعه الحال انه يكون كاين تضامن خرجت المراه
تبدلت المود دو في تاعنا ماشي تاع تعاون. اليوم المود دو في تاعنا اللي رانا عايشين به ما يخليش انه يكون عندنا تضامن اقتصادي. على مثلا اسمح لي التضامن الاقتصادي ما كاش في الجزائر، ما كاش في الجزائر. كاين وين القهوه بصح المشكل تلقاه مجتمعات ميزابيه مثلا، مجتمع مناطق الداخليه تلقاه إيه كاين حومات في الجي، في المدن الكبرى عايشين بالعقليه شغل نوع من التقليديه وعندهم تضامن. تلقى فاميليا وشاريين قدام بعض، وساكنين قدام بعض ومتضامنين بيناتهم. ما كانش ما تغيرناش كل هذا. انا نحكوا على الاتجاه العام، العقليه تاع الاسره الجزائريه تبدلت. مثلا من بين حوايج كسرها، كسرها الاستهلاك الافتخاري، الزوغ في الاستهلاك. عقد الناس تكون انت خرجت جماعه فاميليا راحت فواياج مثلا لتونس ولا راحت لهنا اللوتيل، ولا تصوروا بيفي وتبعتوا البيفي، تصور تاع البيفي وتصوروا في البحر، على تحرقوا قلوب الفاميليا تاعكم. هاد الزوخ هذا كسرنا ويتحرقوا الفاميليا سينون، بعد يولي عندك الغيره ويولي الحسد. شغل تبروفوكي الغيره والحسد، ما تزوخوش. يقول لك بالك هذاك اللي يكون محتاج من الفاميليا يقول لك في عوض هكا بالك يصرف هاد الدرهم على التحواس لو كان عاوني. يعطيك الصحه والله. يقول لك او داير اسكاره فيها، يحسبها اسكاره بيزور. يقول لك او داير بعت تصاور هذوك، بعت بالعيرني باش يعايرني بطريقه غير مباشره. قال انا وصلت وانت ما وصلت، دوك انت بينات واحد يحياك شوي صبر شوى. ها عيب دوكا اشغل. هادو امور حنا نشوفهم والو صغار، بصح كسرونا الفاميليا، كسروها لنا، كسرونا التضامن. صافي الاخر يولي عنده دافع انتقامي. زيد الحكايه تاع المراه اللي تدخل الدار وتري بلا الدار، تجي شغل تعزل راجلها على فاميلته، هادي هي تتكسر التضامن. هادي العروسه، ايه العروسه تكسر التضامن، ماشي منيح هذايا. نورمالمون تشدي في الفاميليا تاع راجلك باش غدوه تلقاو الفاميليا تاع راجلك. ما كاينش حاجه تجي هكذا، كل لازم تستثمر في العلاقه. لازم انا نجي نزورك بلال باش انت تقدر تجي تزورني، انا نكرمك باش انت تكرمني. كما قال المتصل قال لك كاين ناس تمرض ويخبيو المرض تاعهم، كيفاش انا تحب نعاونك على خاطرش المعايره؟ لا خاطرش على خاطرش انتشرت المعايره. يستشفى العقلية، عندنا العقلية تاع يستشفوا فيا، عندهم الحين يعايروني، الحين يحسدوني. هذو لازم نحوهم دوكا، ما فيها والو. الحاجة اللي مدالك ربي عادي الانسان ما يحشمش بها، ماشي عيب. المرض عمره ما كان عيب، بصح إذا بدينا احنا هذوك يستشفوا علينا، نحوا نظرية المؤامرة من راسكم. شغل تخش انت هو المركز تاع العالم وكاع يحسوا فيك، ويا إما يحسدوك يا إما يستشفوا فيك يغيروا منك. خلاص غير انت اللي عندك جذور ودرتوا لنا حاله عليهم. نورمالمون تعيش ببساطه، تعيش بلا اعداء، لانه هذول اللي كسرنا التضامن. احنا التضامن في الجزائر مكسر على امور تافهه، على خاطر ماهوش مجتمع اللي بتطور في التفكير تاعو. شوف انت بيناتنا روح وين تحب، دي كارتي شابين، وين تلقى الحوانت مغلوقين عرب بلي الفاميليا ما تفهموش بالخساره. ما تفهموش. هذه الارض معطله، الحوانت معطله، البنيان معطل، كلش معطل، الفاميليا دي حسد هذا غير هذا، واش بيكم؟ مع الاخر خسرتوا كاع. شوف تلقى فاميليا ضايعين، فاميليا كبيره ضايعين، بعد كي تقعد تشوفهم برا تلقى واحد فيهم يعرف يدير هذه، وهذيك يعرف يدير هذاك، وهذوك متميز بها، كون ديروا بروجي بيناتهم، كون ترتقوا الدنيا. استاذ شنو هو نوع التضامن يعني العائلي اللي راه محتاجه حاليا الفرد الجزائري؟ هو شوف هو نورمالمون تعاون. تعاون. نوع هذا التعاون؟ عندنا مثلاً ازمه اقتصاديه، حنا فاميليا واحده، علاش ما نديروش مشروع عائلي؟ علاش ما نديروا عدة مشاريع عائلية؟ لأنه المشروع العائلي تقدر تسيره. كيفاش يكون المشروع العائلي؟ على حسب نديروا شراكة على حسب الموارد اللي عندنا. أنت عندك مثلا حانوت، داكور، أنا عندي سافوار فير، هذا عنده شبكة علاقات، هذا عنده شوية دراهم راس مال، هذا كاين بزاف ديزاكتيفيتي. تقدر تكون هذه في العائلة ديالك. شوف الشناوة، الهنودة، غالبية الدول الماليزيين، غالبية تلقى عندهم مشاريع عائلية، الفاميليا تخدم. عندها جونس كبيره. انت دي بريزيدون في الماريكان، في فرنسا الدنيا، وتلقاه جايب اخته وراجل بنته، جايب راجل بنته وجايب نسيبه وجايب عمه واخوه، جايبينهم باش يتعاونوا على دوله. هذه دوله ماشي قالها. انت هي بيناتنا بزنس صغير ما قدرتوش ديروه. اي هو يقول لك الشركه هلكم. الشركه هلكم على حسب العقلي، نهار يكون الحسد والغيره، نهار يكونوا جايحين ما نعرفوش نتعاونوا باش نربحوا كيف. دوك حنا نحدوا الاهداف تاعنا. قال هذا هو الهدف تاعنا، حين نربحوا كاع. حنا نهار نتبناو فكره باللي انا نربح ولازم انت خويا تخسر، التمسي ما بتمشي الشركه. عندنا واحد يعني النصيحه ينصحوها بزاف يعني بعض الناس، يقول لك
خدم مع الناس كاع، ما تخدمش غير مع الفاميليا. لا لا، دير ضوابط، ما تدخلش الحاجه تاع الخدمه في الفاميليا، في العلاقات العائليه، افصل بيناتهم. احنا هذا مشكلتنا، ما نعرفوش نفصلوه. احنا مشكلتنا في الخدمه ما نعرفوش نفصلوه بين علاقات العمل والعلاقات الشخصيه. انا راني خدام معاك في الخدمه، بصح انا ما نصحش علاقات شخصيه معاك، تا زميلي تاع عمل تحبس لتما، وبعد نجي انايا في حاله واحده اخرى، واحد اخر نقول انا نسحق علاقه شخصيه منيح، طاح لي على الكوستو دخلك فيا، بعد يجي يحاسب لي الاخر يقول لي علاش منيح مع هذاك ماشي منيح معايا. ما عندناش علاقات شخصيه، عندنا علاقه عمل. انا خيرت ندير علاقات شخصيه هكذا في الفاميليا. انا قال ندير مع خويا، ندير مع خويا تجاره، ماشي معناتها نحب خويا ونموت على خويا. عندنا مصلحه مشتركه، من بعد كل واحد يعيش بعقليته، خويا يعيش بعقليته، وانا نعيش بعقليته، ما نفرض عليه عقليتي، ما يفرض عليه عقليته، نديروا نقسموا الاشياء. قال انا اب راني مع اولادي عندهم بزنس، وهيدا لهم بزنس، في الخدمه نتعامل معاهم على حساب الخدمه، ماشي نتعامل معاهم كاب، نتعامل معاهم كمسؤول تاع تجاري، ونوزع الحقوق بيناتهم وكل حاجه. وبعد كي تولي في حاجه اخرى انا اب، فبديش احنا ما نعرفوش نفصلوا، عندنا تداخل على هذه، فشلونا فاميلا. تقول انت بيناتها دير بزنس مع اخوك، بعد يشكي لي يماك استاذ، انا يشكي لي يما. بالك عندي فكره انه كي يروح الكبير تاع العائله سوا يموت ولا يعني، بالك الغياب هذاك تاع الكبير تاع العائله سواء كان الجد ولا الجد الكبير، أيوه. بالك ينقص شويه تضامن داخل هو العائلة. شوف هو منيح يكون الكبير، مي بصح الكبير عاده لازم الجماعه واش دير تتقبل فكره انه الكبير هو اللي يلتزموا معاه. بصح يقدر يكون القائد ماشي الكبير، مثلا يكون انسان ميم يكون صغير ولا طفله يعرف يلم الفاميليا، يعرف يقدم المشروع، يلمهم ويتلاقى بيناتنا. بيلال واعره تحكم فاميليا، تحكم خوتك وتتلاقى وتقعدوا تقصروا، واعره تحكم البنات خياتك وتقولي واش كاين بيناتنا، واش كاين بيناتنا، ما يحصلوها بزاف في الوقت، ما كاينش منها، دائما كاين الوقت. صافي مع الاخر حنا عطلنا مصلحه تجاريه وتضامن اقتصادي كبير على جال امور تافهه، على جال فلانه قالت فلان قال وليده ضرب وليد الاخر، مش التمسخير تاعكم. الدول بارتو في العالم الفاميليات هما الاساس تاع الثروه. قبل الختام ماذا بيا تعطي نصيحتك لكل الجزائريين باش ان شاء الله يعاودوا يولي التضامن يعني داخل العائله؟ شوفوا التضامن هذا تاع داخل العائله فايده في كل حاجه، فايده في الدين، في علاقتك مع ربي، فايده في انك تلقاهم بعد علاقات تاع دفء عاطفي تاع خاوتك، تريكيبيري خاوتك خياتك الفاميليا، فايده للمجتمع، لانه رانا نقصوا الفساد ونكادريو الناس. الغالبيه تاع الدراسه تقول في ليترونجي وجزء كبير من الناس يدبروا خدمه بالفاميليا، هذه في الماريكان وفي فرنسا. صافي مع الاخر ما عندك واش تخسر، اصبر على العلاقات العائليه، هذا ما كان، اصبر شويه تربح بزاف. شكرا جزيلا استاذ على هذا النقاش. مشاهدينا الكرام لحقنا لختام عددنا لنا اليوم، نذكركم باللي تقدروا تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتيك توك باش تقترحوا لنا مواضيع، وحنا الاقتراحات تاعكم ناخذوها بعين الاعتبار. نتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد الاسبوع المقبل. سلام.